واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء الشراب وساءت مرتفقا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب